حمودي يلا حمودي حمودي تسمع لي السلام عليكم شباب، ايش اخباركم؟ اليوم عندنا ادابتر ايفون اكس، اليه العمل مالته تسهيل فحص الطبقه الاولى من البورد بعد العمل عليها. هسه راح اوضح لكم الفيديو. الادابتر هسه متكون من ثلاث طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية اللي مواصلة بين الطبقتين خارجية مع البورد. هسه مثل ما تشوفون